اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا إيمان، 23 سنة، يتيمة الأم والأب، ماليش في الدنيا دي كلها غير أخت واحدة. كنت عايشة مع أمي وأبويا الله يرحمهم، وأختي، أختي ربنا يخليها لي. بابا الله يرحمه كان ميسور الحال إلى حد ما، عمره ما خلانا محتاجين حاجة، لغاية ما كان بيشتغل كذا شغلانة وكنا عايشين بالإيجار. أبويا كان ما بيحبش يقعد من غير شغل، دايما بيسعى على رزقه، لحد ما تعب فجأة وما قدرش، ما بقاش يقدر يشتغل زي الأول، وطبعا ما بقاش يقدر يدفع الإيجار، فقرر إن هو ينقلنا لبيت العيلة مكان والدته ووالده الله يرحمه. ويوم ورا يوم ساءت حالته الصحية أكتر، لغاية ما ربنا كتب إنه يتوفى. وبعدين أمي برضو كانت مريضة قلب، يدوبك مرت سنة، في التوقيت ده كانت أختي جالها عريس كويس، فأمي وافقت عليه والخطوبة ما طولتش، أمي جوزت أختي وحضرت فرح، وبدأ التعب يشتد عليها بعد الفرح مباشرة، تعبت أمي جدا جدا، وبدأت تدخل المستشفيات وتتحجز من هنا لهنا. عد 20 يوم بالظبط بعد فرح أختي، وتوفت أمي أثر لجلطة على القلب. وقتها حسيت بالدنيا دي كلها ما تسويش، وفعلا هي ما تسويش بعد الأب والأم، والأم كمان بالأكتر. عشت أيام صعبة جدا، خصوصا إن بيت العيلة ده ما فيش حد بيسأل فيا، ولا حتى لما بابا كان موجود، وكأننا أغراب في البيت ده. أختي وقتها من كتر حبها فيا كانت بتتمنى إنها تخرب حياتها كلها وتيجي تقعد معايا عشان أنا لوحدي، بس الحمد لله إنها كانت عاقلة، ومع الوقت هديت، وأنا كمان كنت دايما أهديها علشان ما صعبش عليها. شفت أيام فيها كل حاجة صعبة، شفت يعني إيه أهل وعيلة من المفترض يعني ملهمش وجود، شفت وقت ما بخرج في عيون الناس إن أنا صعبانة عليهم. أنا الحمد لله ما أقدرش أقول على نفسي جميلة، لأن ده غرور، لكن أنا دايما الناس كانت بتقولي إن أنا جميلة، بالرغم من إني إلى حد ما قصيرة شوية. المهم عشت فعلا أيام صعبة، وعرفت يعني إيه كلمة جوع في التوقيت ده. إحنا أبونا كان مربينا على عزة النفس والكرامة، وقتها حصل معايا موقف وحش قوي وأنا لوحدي، في وقت كنت حاسة إن أنا جعانة، وكان عندي بيضة بقالها فترة كنت رميتها لأن بقالها كتير. اليوم ده لأني حسيت إني جعانة قوي، رحت دورت على البيضة دي، ولما لقيتها والله والله ما لقيت عود كبريت أولع بيه البوتاجاز، وطبعا لو بموت عمري ما هطلب من حد حاجة. أنا مش طبعا طول الوقت ببقى أيامي صعبة، أختي برضو كنت بلاقيها جايبالي أكل وجاية، بس أنا بتحرج قوي من الحاجات دي، وهي كمان مش بتيجي باستمرار. شفت أصعب أيام لما كنت باجي أنام لوحدي، صوت القطة كان بيخوفني، فكرت أشتغل، وفعلا اشتغلت، بس في مكتب كان قريب قوي من البيت، وكنت كل يوم بروح وباجي. في التوقيت ده جاري كذا عريس، لكن مفيش حد فيهم كان مناسب ليا، وبما إن أنا يتيمة كانوا مفكريني إن أنا هوافق بأي حد جالي. الراجل المنفصل واللي مراته متوفية، والشاب اللي بيشرب مخدرات، وكل الأشكال اللي زي دي. الحمد لله، لحد ما في يوم جالي شاب محترم وعنده شقته ومستواه المادي معقول، لكن العيب الوحيد فيه إن شقته دي بعيدة، في منطقة زراعية، في مسافة كبيرة قوي بينه وبين أي بيت تاني. وقتها فكرت كتير طبعا، أنا كنت عايشة في مدينة كلها سكان، صيف شتا فيه ونس، ومتعودا على الدوشة، لكن اللي شفته بعد وفاة أبويا وأمي يخليني أفكر ألف مرة قبل ما أرفض أو أوافق.
قبلت العريس ده كشكل وأدب وارتحت له لما تقدم لي، مع إنه كان محرج جدا وهو بيتقدم. عجبني الصراحة. المهم فكرت كويس قوي في الموضوع وقررت إني هوافق. في ناس قالوا لي يا بنتي مش هتعرفي تعيشي هناك، كده كده أنت عايشة فين وهتروحي فين؟ قلت وقتها وإيه المشكلة يعني، ما أنا عايشة لوحدي أهو، ولا حد بيسأل عني غير أختي وجوزها الطيب الحنين، راجل محترم فعلا. المهم إن أنا وافقت بالعريس ده، هو اسمه عمار، أكبر مني بحوالي 9 سنين. أنا عارفة إن هما كتير شوية، بس هو ما يبانش عليه السن ده. وافقت على الجواز منه. هو فرح جدا بقراري، كان بيكلمني في منتهى الذوق والأدب، وحكاني إن شقته دي شاريها من أخوه. عمار ده أصلا لسه جاي من تونس، كان مسافر وبيشتغل مع أخوه الكبير. أخوه الكبير ده كان بقى هو اللي كان باني الشقة اللي أنا هتجوز فيها دي، كان متجوز فيها وعاش فيها 2 سنين، وبعدين حد مراته وسافر، ولما عمار سافر لتونس اشتغل تحت إيده أخوه الكبير، وكان بيديله كل الفلوس اللي بيشتغل بيها، وصاد إنه يشتري منه الشقة دي، يعني اشتراها بمجهود وتعبه. ودي أكتر حاجة عجبتني في عمار، إنه قد إيه هو راجل ومعتمد على نفسه. المهم وهو في السفر لسه كان بيجهز نفسه بعد ما خلص حق الشقة، وبعد ما اطمن إنه جاهز إنه يتجوز. كل الكلام ده ما عرفته قلت بس خلاص هو ده المناسب، شاب كويس بيقدر يعتمد على حاله، ملوش في سكة مش حلوة، وبشهادة الناس إنه إنسان محترم. رحت الشقة دي عشان أشوفها، الصراحة حسيت برهبة كده من المكان، مش عارفة ليه، بس قلت لنفسي وقتها أكيد عشان عمري ما عشت في مكان زي ده. بعد ما أشوف الهدوء ده أقلق. شفت الشقة عجبتني، هي دور واحد بس عالي شوية، تحتها جراج وفوقيها السطح على طول، وهو ما شاء الله مشطبها حلو جدا. المهم اللي حصل اني وافقت وعن قناعة جدا. على فكرة انا متعلمة وهو مش متعلم، بس انا شايفة انه متفاهم واسلوبه حلو، وطبعا سافر 6 سنين فاكيد الدنيا علمته كتير. حددنا ميعاد الفرح، انا كان بابا الله يرحمه مجهزني ومجهز اختي، يعني الحمد لله ما احتجتش لحد في حاجة، والصراحة عمل لي فرح جميل جدا ما كنتش عمري أحلم بيه، وعمل لي زفة جميلة تشرف أي حد. وصلنا البيت بهيصة وزنبليطة زي ما بيقولوا، وكان عمار الصراحة رومانسي، شالني قدام باب الشقة وفتح الباب وما نزلنيش إلا جوه الشقة، كنت في منتهى الإحراج. قال لي وقتها ان هو بيحبني وبيخاف عليا وهيحافظ عليا وعمره ما هيزعلني. دخل اخد شاور وخرج، انا كمان دخلت اخد شاور. المفروض كان الجو برد ايامها كده، كنا في شهر يناير فطبيعي الشاور يبقى بميه سخنه، فجأة لقيت الميه سقعت، قلت لنفسي اكيد الميه السخنه خلصت في السخان، وفجأة لقيت المية سخنت قوي، وكمان رجعت لورا لأن أنا كده هتحرق. بصيت للمية لقيت الحمام من شدة المية مكان السخنة بقى فيه بخار كتير، وحسيت بإيد ناشية على ظهري. قفلت الدش وقلت مش مكملة، ولبست البرنس وخرجت. رحت أوضة النوم ألبس حاجة حلوة بقى، ما هو أول يوم جواز. فتحت الدولاب أختار حاجة، لسه بحط ايدي في الدولاب لقيت حاجة ضربتني على ايدي وكأنها قطة خربشتني، اتفزعت وقتها وخرجت ايدي بسرعة من الدولاب. بصيت على ايدي لقيتها فعلا متخربشة، ندهت على عمار بخوف ويذكره على اللي حصل معايا، فضحك وقال لي انت جبانة اوي على فكرة، مفيش لا قطة ولا غيره، قطتي دي اللي هتقعد في الدولاب. وفتح الدولاب قدامي وقال لي شفتي مفيش حاجة اهو،
وقلت له طب بالنسبة للخربوش اللي في ايدي ده من ايه؟ قال لي ممكن ايدي خبطت في اي حاجة وتخربشت. ما تنسيش ده خشب جديد، وارد اي حاجة تخربش ايدك كده. مديت ايدي جوه الدولاب واكرم واقف معايا وخدت اللي انا عايزاه. وقتها نسيت احراجي من خضتي وطلبت من عمار انه يخرج من الأوضة لما غير. ويا دوب خرج عمار من الأوضة ولسه بغير البرنس حسيت بإيد بتمشي على ظهري، جسمي كله أشعر. وقتها لبست وقعدت على كرسي التسريحة وأنا بسرح شعري تخيلت في المراية كأني شفت دخان أسود عدى. بصيت ورايا ما لقيتش حاجة خالص. بدأت أقلق وقلت النفس أنا بقيت جبانة قوي كده ليه؟ مفيش حاجة تستاهل خوفي ده. وجهزت نفسي وخرجت من الأوضة. لقيت كريم مشغل أغنية رومانسية وخدني من إيدي علشان نرقص مع بعض. وقتها حسيت بفرحة كبيرة وإن أنا كمان متجوزة من راجل رومانسي. كانت الفرحة مش سايعاني. صوت الأغنية وقتها عالي قوي لوحده. عمار بصيلي وسابني وراح للسيدي يشوفه عشان يوطي صوت. ما بيوطش خالص. قام شايل الفيشه وبصيلي وضحك وقال لي انت مش جعانه؟ تعالي نتعشى ودي تبقى اول لقمه ناكلها سوا مع بعض. قلت له ماشي يلا بينا. قعدت معاه على السفره وعمار كان مجهز العشاء على السفره وبدانا ناكل مع بعض وانا كمان كنت بعمل زيه وباكله. وخدني بعدها بشويه ودخلنا اوضه النوم ولسه عمار بيقرب مني. حسيت وكأني في حد لف حبل على رقبتي. اتخنقت وصرخت وقتها. عمار بعد عني وكأني في بعضه ده الحبل فك من على رقبتي. قال لي في ايه؟ مالك؟ قلت له مفيش، حسيت بس اني مخنوقة شوية مش عارفة ليه. قال لي خلاص انا مش هضغط عليك في حاجة، اهدي خالص وتعالي نامي جنبي. اليوم برضو كان طويل ومرهق قوي، ممكن تكوني تعبتي النهاردة، حاولي تنامي دلوقتي. وخدني ورحنا على السرير وغطاني وقعد جنبي. وقتها من تعبي نمت من غير ما أحس بنفسي وكأني ما نمتش قبل كده. نمت نوم عميق يعني. حسيت حد بيمشي إيده على شعري. وقتها حسيت بس الصراحة ما كنتش عايزة أفتح عيني، محروقة أصلا وكمان بعد اللي حصل امبارح والصرخة اللي صرختها ما كنتش عايزة افتح عيني. وقتها فتحت عيني عشان اقول له عمار صباح الخير. ما لقيتش حد. قمت قعدت على السرير مخضوضة وخرجت بسرعة من الأوضة. لقيت عمار بيحضر الفطار وبيبصلي وبيقولي صباح الخير. وقتها قلت هو اكيد اللي كان بيحسس على شعر واكيد خرج قبل ما فتح عيني. ابتسمت لعمار وقلت له صباح الفل، انت نمت كويس يا بن؟ طبعا نمت جدا ومن زمان ما نمتش كده. وفطرنا انا وهو ومفيش اي حاجه حصلت بينا لغايه ما اليوم قرب يخلص والدنيا عتمت. عمار قال لي وقتها انا يا بن خارج اجيب حاجه وجاي بسرعه مش هتاخر عليك. تمام ماشي بس ما تغيبش. هو ضروري يعني تنزل؟ معلش بس هجيب علبة السجاير. طيب تمام يا عمار مستنياك. بعد ما خرج عمار حسيت ان انا زهقانة. لبست روب طويل وخرجت البلكونة وحطيت ايدي على خدي. كنت سامع صوت اغاني بس جاي من بعيد. وقفت كده وبتفرج. الصراحة مش شايفة غير زرع ونخل في كل حتة والجو عتمة مفيش أكتر من نور القمر. فشفت وقتها راجل فلاح لابس سديري والبنطلون ده أبو خبي اللي بيبقى واسع. كان ماشي في الأرض وقف بص عليا وأنا والله عادي بسيط. فلقيته مشي وكان في نخلة يدوبك عدى من ورا النخلة دي. استنيته يكمل مشي بس ما بقيتش شايفاه. لقيتني مركزة أوي. دفت نظري قوي انه من وقت ما عدى من ورا النخلة ما بقاش ظاهر. فاستوعبت وقتها انه اصلا مفيش حد بيلبس لسه اللبس ده
ده لبس فلاح قديم قوي ما بقاش موجود دلوقتي، وانه زي ما بقاش ظاهر. مش معقولة يعني فضل واقف ورا النخلة. شلت ايدي من على خدي وخفت قوي، لقيتني بجري على جوه البيت وبقفد البلكونة وكأن حد بيجري ورايا. طلعت اجري، فتحت الشاشة عشان اعمل صوت في البيت علشان انا من صغري ما تربيتش في جو هادي فبقلق من الهدوء الزيادة ده. شغلت اغاني وعليت الصوت وقعدت ارقص مع نفسي كده. انا بحب الرقص جدا، لكن وانا برقص كنت حاسة بقلق معرفش، وكأني كنت بطمن نفسي عشان مخافش. كنت حاسة وقتها ان انا في حد في البيت، مع ان ما كانش في حد والله غيري، بس هو احساس. الاحساس ده مخليني مقشعرة كده، وبالذات من شعري. قلت والله انا لازم اجيب عباية الرقص، ما انا بحب الرقص، عشان كده جبت عباية رقص في جهازي. فدخلت لبستها بسرعة قبل ما عمار يجي وههيّر شوية، وقعدت على كرسي التسريحة وفكيت شعري عشان هرقص بقى. حسيت برضو كأن دخان عدى في المراية ورايا. بصيت ورايا ما شفتش حاجة، ما خدتش وديت في بالي، وخرجت عند الأغاني بره وبلف. حسيت تحت رجلي وكأني دست على حاجة طرية وأشعرت جسمي كله. بصيت أنا دست على إيه، ما لقيتش أي حاجة. وقفت ثواني، لقيت عمار داخل من الباب بيضحك وبيقول لي انت عاملة ايه كده في نفسك، انت بتعرف ترقصي؟ قلت له طبعا. قال لي طب ورينا كده. اتحركت شوية كده في الأول بس قال لي والنبي والنبي. ضحكنا وهزرنا وتعشينا وكل حاجة كانت تمام. خدني عمر على الأوضة وقال لي إن أنا كل حياته ودنيته ومستقبله، وكلمتين حلوين كده ما بقتش فاكرة بقيتهم. وبدأ عمار يقرب مني، وبمجرد إنه لمسني بإيده حسيت بخنقة والله، كأن حد بيلف حبل على رقبتي. فرجعت لورا بسرعة عشان إيده تبعد عني، لأن بمجرد ما بيشيد إيده ما بقتش حاسة بحاجة. بصيلي باستغراب وقتها وقال لي انت بتبعدي ليه كل ما بقرب منك؟ وقلت له بتخنق بجد. بتتخنق ازاي يعني؟ من رقبتي. هو وقتها مش مقتنع ابدا بالكلام ده، حسسني وقتها ان انا قصدي اعمل كده. حسيت انه بدأ يتضايق، خفت يجي في راسه ان انا بنت مش تمام وبتهرب منه. ما هو برضو انا بحس بخنقة، بس كده الوضع مش تمام وما ينفعش يفهم غلط. فجريت عليه وقتها وقلت له انا اسف، ممكن اكون مخروجة ولا حاجة، انا معاك ومش هبعد تاني. ابتسم وقال لي انا والله ما عايزة اضغط عليك في حاجة، انا كل اللي يهمني راحتك. انا معاك. مسك ايدي وقال لي انا بوعدك ان اكون بيكي رؤوف. ابتسمت من قلبي وقلت له ربنا يخليك ليا. خدني جنبه كده وحط ايده عليا، وبمجرد ما لمسته حسيت بنفس الخنقه. حاولت اتحمل وما بينش، كل ما بيقرب بتخنق اكتر. حسيت وقتها كأن حد بيشدني من ايده وبيبعدني لبعيد، وفعلا لقيت نفسي بعيد. بص ليا باستغراب وقال لي هو في حاجه انت مخبيها عليا؟ ما انت مش هتصدقني لو قلت لك ان انا والله ما بعدت عنك، وكأن حد جه شدني بعيد عنك. قال انا مش فاهم منك حاجه. رديت عليه وقلت له انا بحس ان في حد غيرنا في الشقه دي، في حاجه غريبه مخوفاني من البيت ده. انا عارفه ان ده اليوم التاني لجوازنا وانت ليك حق عليا، بس انا في حاجه بتبعدني عنك. ايه هي؟ انا مش عارفاها يا قمر، صدقني والله ما بكدب عليك، وانا مش مخبية عليك اي حاجة. انا حياتي كلها كتاب مفتوح، مفيش حاجة مدرية. وبعدين انا مراتك دلوقتي، المفروض تبقى على الاقل واثق فيا. واظن انت سألت عليا، عمر حد قالك عليا حاجة؟ لا اعذريني، اسف، حقك عليا، بس دي مش المرة الاولى اللي تبعدي عني كل ما بقربلك. حقك عليا، انا والله اللي حصل ده غصب عني مش بارادتي.
انتي محرجة مني؟ اكيد محرجة، انا منكرش ده، بس والله ما انا عارفه اقولك ايه. جه عليا وقتها وطبطب على كتفي وقال لي خلاص انا معاكي وجنبك ومستني عليك اهو، بس انت كده غلبتيني. وضحك وسالني انت بتعرفي تعملي حاجه حلوه من ايدك؟ قلت له هو انا مش شطوره قوي يعني، بس بعرف اعمل لك اللي انت عاوزه. دخلت المطبخ وقلت هجرب، وأول ما دخلت المطبخ شفت دخان أسود عدى من قدامي واختفى. وقفت بتردد كده، وأنا بيتهيألي دي تالت مرة أشوف الدخان ده. ما دققتش وجهزت كيكة وجيت أولع الفرن، يا دوبك بحط إيدي على مفتاح البوتاجاز حسيت بضربة على إيدي، اتخضيت أوي. وقتها مديت إيدي تاني عشان أولع الفرن، فتحت مفتاح الفرن بأمان والفرن تمام، وحطيت الكيكة جواه وقفلت الفرن. سمعت صوت غريب، بصيت على الفرن تاني لقيت النار مظبوطة، بدور وشي لقيت ست في وشي. لا 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 لا، دي مش ست، دي طويلة وعريضة، عينيها دي تشبه اللمبة كأن فيها نار. لفت نظر إنها لابسة تاج وكأنها ملكة. رجعت بظهر خطوتين، والله من الصدمة ما نطقت. لقيتها بصالي وبتقولي انتي اللي تحتلك مملكتي، قالت كده واختفت فجأة. وقتها على طول شميت ريحة حاجة محروقة، جريت على البوتاجاز لقيت الكيكة دي متفحمة. طفيت البوتاجاز وانا لسه مش مصدقة اللي انا شفته. لقيت صوت ورايا بيقولي حراتي ايه؟ اتفزعت وبصيت ورايا، لقيته عمار بيقولي مالك يا بنتي في ايه خضتيني؟ قلت له ما اللي خضتك ولا انت؟ ضحك وقال انت هو ايه اللي شط ده؟ ما عرفتش وقتها رد عليه، قال لي خلاص ولا يهمك تعالي. رحنا مع بعض الاوضه، انا عارفه والله ان هياخدني هناك، ما هو حقه برضه. مشيت معاه وانا كل تفكيري في اللي شفته في المطبخ. دخلنا اوضه النوم وقعد جنبي وبص ليا بحب وحنان، ويا دوبك لسه هيمد ايده ويلمسني، لقينا حاجه ضربت والنور قطع. حلاوتك يا ايمان، قال لي كده وضحك. وقتها اصلا انا كنت عايز استخبى في هدومه من جوه، من خوفي مسكت فيه وكلبشت. فضحك وقال لي ما تسيبي يا بنتي، خلينا نشوف ايه اللي حصل بره. قلت له لا لا لا، ما تسيبنيش والنبي الله يخليك. قال لي وضحك بصوت عالي سيبي يا ايمان سيبي. قلت له ما تضحكش كده عليا، والله ما انا سايباك، رجلي على رجلك. خدني في ايده وفتح كشاف التليفون وخرجنا وبنبص في ايه اللي حصل. وقتها حسيت ان في حد ورانا وجنبي وفي كل مكان، دي ممكن تكون قافله. انا هبص على لوحه مفاتيح الكهرباء، سيبي بقى مش عارف اتحرك. سبته وانا خايفه قوي، راح عمار وصلح الكهرباء وجيه النور. بصلي وضحك وقال لي منورة يا أمان. ضحكت وقلت له ده نورك. قال لي يلا ننام يا أمان الليلة باظت. دخلنا نمنا، عمار أول ما نام واتغطى غرق في النوم، أنا بقى ما جاليش نوم وقتها وفضلت صاخية. حسيت بعطش قلت هقوم أشرب. خرجت من الأوضة لقيت نفس الست دي قاعدة في الصالة وكأنها قاعدة على عرشها تشبه الملكة بس مخيفة أوي. فجأة بصت لي وقالت اخرجي من هنا، دي مملكتي أنا. دخلت الأوضة جري وصحيت عمار وقلت لهم يا عمار في ست مخيفة قاعدة بره في الصالة. بصلي وقتها وهو مش فاهم وقال لي ست ست ايه انت هبلة يا أمان؟ قلت له طب قوم كده معايا هوريها لك. قام وخرج معايا للصالة وما لقيتش أي حاجة، حلفت له ان كان في حد قاعد هنا. فبصيلي وقال لي نامي يا ايمان حرام عليك، نامي نام الله يهديكي. قلت له انا رايحه اتوضى واصلي لي ركعتين لله. قال لي ايوه والله احسن حاجه هتعمليها، صلي وتعالي نامي جنبي. رحت وقتها اتوضى، اتوضيت ولبست الزالي وفرشت المصليه ولسه هقول الله اكبر، لقيت نفسي طايره
ظهري اترزع على الخيط، نزلت في الأرض، قمت وقفت في ثانية بصيت حواليا وظهري حسيت فيه بألم فظيع. لقيت حد بيقولي قلتلك دي مملكتي. دخلت أجري على الأوضة واستخبيت تحت البطانية وكأن الدنيا كلها بتجري ورايا. معرفتش وقتها صح عمار لأنه مش هيصدقني. حسيت إني مرعوبة مش خايفة، بس فضلت أبص في الأوضة يمين وشمال وأبص لعمار عايزة أصحيه، مش عارفة هيقول عليا مجنونة ومش طبيعية. فضلت صحية لغاية ما النهار طلع، ما حسيتش بنفسي ونمت. صحيت على صوت عمار بيقول لي اصحى عشان نفطر سوا. صحيت من النوم وقمت، فطرت وانا مزاجي وحش جدا وغصب عني باين عليا. فقال انت مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ قلت كانوا مفيش، مصدعه بس شويه، ما جاليش نوم غير متاخر. قال لي طب انا عارف ان انت لسه عروسه، انا هسيبك تنامي شويه وهنزل اشتري سمك لان انا نفسي فيه. بتحبيه؟ قلت له اكيد، ده انا من عشاق السمك. قال لي طب نميلك شويه وانا هنزل اروح اشوف امي وارجع اروح اجيب السمك. هتكوني نمتي شويه لان شكلك تعبان، في الوقت ده ما كنتش عايزه ينزل واقعد لوحدي، بس فعلا كنت عاوزه انام شويه. هو مشي وانا فورا دخلت انام في الاوضه. نمت شوية وصحيت لسه بقوم أقعد على السرير، لقيت الست اللي لابسة تاج قاعدة على الشزلونج وكأنها مستنياني أصحى. صرخت، لقيتها بتبصري وبتقولي ومين هيسمعك اسكتي. دلعت ريقي وأنا بموت في السرير، لقيتها بتقولي أنا قلتلك دي مملكتي وأنا عايشة هنا بقالي كتير أوي، وانت دخلتي العالم بتاعنا وتطفلتي عليه، وانا مش هسمح لك انك تقعدي هنا. هنا مصدومة وانا بسمعها، قمت بسرعة من على السرير عشان اخرج من الأوضة بسرعة. فلقيت شباب الأوضة وكأن الأوضة كلها حيطان، لا فيها باب ولا شباك. لقيت الست دي بتقولي انا ما سمحتلكيش تخرجي عشان انا ما خلصتش كلامي. لقيت في 4 أشخاص ظهروا، اتنين واقفين على يميننا واتنين على شمالنا، لكن واقفين وظهرهم ليا. وبعدها ظهر دخان اسود عدى واختفى، وظهر 3 أطفال صغيرين بيبصولي بصة عمري ما هنساها. عينيهم شبهنا لكن في شرطة بالطول في عينيهم وما بيرمشوش. لحظة حسيت ان انا في كابوس. لقيت الست دي بتقولي شايفة؟ دول جزء من عيلتي، دول سكان الأوضة دي، وانتي كيتي ضايقتيهم بوجودك اللي مش مستحب، لا ليكي ولا لينا. اخرجي شوفي السكان اللي قاعدين في الصالة. بصيت لها، صرخت وقالت لي اخرجي. بصيت ناحية البيت لقيته موجود، جريت ببطء وكأن حرارتي مشلولة، مش عارفة اجري بسرعة. وفتحت الباب وخرجت، شفت كتير من أشخاص، ما بقيتش عايزة أبص، بقيت أجري وأجري. وصلت لباب الشقة، فتحت وخرجت ولقيت الباب اتطرق ورايا. بصيت على السلم، رجلي بتترعش من الخوف. لقيت ناس وكأنها حراس في المكان بس كانوا موطيين راسهم. بقيت مترددة أنزل وهم واقفين، والله اطلع أرمي نفسي من على السطح. لقيتني باخد أول سلمة وبنزل خايفة من اللي واقفين دول، بس كأنهم أصنام ما بيتحركوش. نزلت ببطء وقلبي كنت حاسة إنه هيقف. فضلت أنزل لغاية ما وصلت للبوابة تحت، رحت أفتح البوابة لقيتها ما بتتفتحش وأنا معيش مفتاح. عمار قفلها وهو ماشي، والمفتاح التاني فوق في البيت. وقفت وقتها حسيت ان كده خلاص الدنيا خلصت. بقيت اخبط على البوابة زي المجنونة على امل ان الاقي اي بني ادم معدي. وقتها الدنيا كلها غيمت في وشي وما بقيتش حاسة بحاجة غير وانا في المستشفى وعمار ووالدته قاعدين جنبي. بصت لهم وقتها وبكيت،
وكأني طفلة عايزة تستخبى فيهم. قعدوا يقولولي اهدي، وجه الدكتور وقتها وقال لعمار دي عندها انهيار عصبي. بص لي يا عمار بحزن وقال لي مالك بس قوليلي. وقتها حسيت اني مش قادرة انطق بحرف واحد. قعدت يوم بليلة في المستشفى، عمار ما سبنيش فيهم لحظة واحدة وحماتي كمان. بعد ما اليوم ده عدى عمار سألني بوجود حماتي، قال لي انا عايز اعرف انت مالك وايه اللي نزلك من البيت. وقتها ما كنتش عارفة احكيله ايه ولا اسكت. بدأت وقتها اتكلم وقلت له انا احكي لك على كل اللي حصل بالحرف الواحد. حبيت تصدقني خير، ما صدقتنيش براحتك. احكي احكي وانا هصدقك. حكيت كل اللي حصل معايا بالتفصيل. كنت شايفة في وش عمار الاستغراب للي بقوله، وشايفة في وش حماتي الخوف وهي بتسمع كأنها مصدقة كل اللي انا بحكيه. سكت عمار شوية وبص لمامته وقال لها انا عارف يا امي ان انا لسه عريس جديد وما بقاليش ايام متجوز، بس عايزك تيجي تروحي معانا البيت، تقعدي بس معانا يومين تلاتة كده، انا بضطر ان انزل ساعات واسيب ايمان لوحدها، فعاوزك تروحي معانا يومين بس لغاية ما ايمان اعصابها تهدى. وقتها انا اصلا كنت مش عارفة اقوله اني مش عاوز ادخل البيت ده تاني، بس لما قال لمامته كده وقلت والله لو وافقت ما عنديش مانع اروح معاها، على الاقل مش هبقى لوحدي. ردت مامته وقالت هو يا ابني ما ينفعش، انتوا لسه عرسان جداد، والنبي لما الناس تعرف تقول عليا ايه. ناس ايه يا ام؟ هو احنا حوالينا ناس؟ طيب ماشي خلاص، بس هما يومين مش اكتر. رحنا كلنا البيت وانا قلبي كان خايف، كل لما افتكر اللي شفته ببقى مش قادرة اتخيل اني هدخل البيت ده تاني. حماتي اول ما وصلنا البيت بصت ليا وابتسمت وقالت لي انا مش عايزاك تخافي من حاجة، انا عايزة مرات ابني تبقى جامدة كده مش كسعة، ويلا بقى وريني طبيخك، ولا انت ما بتعرفيش تطبخي. خلتني وقتها احس بشوية امان ان في حد معايا وان انا مش لوحدي، وكمان حسيتها انها فرفوشة كده. دخلنا الشقة بصيت فيها مش شايفة اي حاجة، الدنيا هادية. حماتي قالت لي ادخلي اوضتك ارتاحي يا امان. قلت لها ماشي. رحت افتح باب الاوضة وبصيت الاول، لقيت الاوضة مفيش فيها حاجة. مرضتش وقتها اقفل باب الاوضة ودخلت ولسه هنام على السرير. لقيت باب الأوضة اتقفل لوحده، جريت بسرعة على الباب، لقيت الست الضخمة دي واقفة قصادي. صرخت ورجعت لورا. قالت لي اللي رجعك هنا تاني؟ أنا حذرتك من رجوعك ما سمعتيش الكلام، يبقى أنت اللي جبتي لنفسك. واختفت من قدامي. خرجت أجري من الأوضة، لقيت حماتي قاعدة في الصالة. اتفزعت من جريتي عليها وقالت لي بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا بنتي بتجري كده ليه؟ قلت لها على اللي حصل جوه في الأوضة. قالت لي هدي كده مفيش حاجة. طب أنا هاجي معاكي الأوضة وهقعد جنبك، الدكتور قال إنك لازم ترتاحي. دخلت معايا الأوضة، حماتي باين عليها الخوف. بصت لها وقلت لها أنت خايفة؟ ضحكت وقالت لي أنا؟ لا طبعا أنا مبخافش من حاجة خلقها ربنا، ده أنا يا بنتي ياما شفت في حياتي كتير. قلت لها هو ابنك الكبير ساب الشقة دي ليه؟ قالت لي بيقول ان هو سابها علشان يسافر بس مش اكتر. قلت لها يعني هو عمره ما شاف فيها حاجة وحشة هنا؟ قالت لي لا يا بنتي هو عمره ما اشتكى من حاجة في الشقة دي. نمت على السرير وقتها وغطتني حماتي وقعدت جنبي. فضلت ابص عليها وكأني بقول لها اوعي تتحركي او تسيبي الأوضة. حسيت اني خلاص هنام، غمضت عيني واستسلمت للنوم. أول ما نمت شفت حلم غريب، شفت راجل طويل وعريض لابس بدلة زي بدلة العريس وبيحط إيده على إيدي وبيبصني. وبعدين أنا مش فاهمة في الحلم هو ماسك إيدي ليه، فبصيت له وقلت له ماسك إيدي كده ليه؟ رد علي وقال لي أنا من قبيلة اليماني أشهر واك وقبيلة جن. فتحت عيني مفزوحة، حماتي اتفزعت وقالت لي مالك يا ايمان تاني؟
وقطعت رددت ان انا احكي لها، وقلت لها مفيش شفت كابوس. قالت لي قومي يا امانه اتوضي وصلي يا حبيبتي، حكم الصلاه تبتدعت اي حاجه وحشه على الانسان. قمت فعلا ورحت اتوضيت علشان اصلي. افتكرت اللي حصل لي لما جيت اصلي المره اللي فاتت، قلت لحماتة ما عايزاكي جنبي هنا، ما تتحركيش لغايه ما اصلي. هزت براسها كده انها موافقه. نويت على الصلاة ولسه بقول الله أكبر، نقيتني طايرة مزروعة على الأرض. حماتي وقتها صرخت وجريت علي وفضلت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصت لها وقلت لها صدقتيني؟ كان وقتها عمار بيجري، كان واقف بيشرب سجارة في البلكونة. في يا أمي مالك؟ بصت لأم وقالت له على اللي حصل. وقف بصلي وبصلها وقال لنا ما تهبلونيش، حاكم مع عفريت اللي بني آدم، وانت يا أمي انت هتصدقي الكلام ده؟ ده انت ست بتصلي وعارفة ربنا. يا ابني الجن موجود، ربنا خلقه من نار وخلق الإنسان من طين، احنا كبشر ما نقدرش ننكر وجودهم. ونعم بالله يا أمي، بس انت قلتي مخلوقين من نار واحنا من طين، يعني هم ليهم العالم بتاعهم واحنا لينا عالمنا. حاكم انا عارفاك ما بتقتنعش غير باللي في راسك، قومي يا بنتي قوم وما تخافيش من حاجة أنا جنبك. يا أمي أنا جايبك هنا عشان تقويها على اللي في راسها ولا عشان تفهميها إن مفيش حاجة من دي؟ وقتها أمه بصت له وما ردتش عليه وقالت يلا يا بنتي تعالي معايا نروح نطبخ لقمة. قلت لها أنا اللي هطبخ ولا أنتي؟ ضحكت وقالت لي أنتي، أنا حماتك بقى ولازم أدوق طبخك وأحكم عليك عشان أشوف ابني عارف يختار ولا لأ. وبعدين لسه هجيبلك البندقية تكسريها وأشوف سنانك جامدة ولا لأ. ضحكتني وقتها، وكنت عارفة إنها بتحاول تخرجني من الجو اللي أنا فيه. ودخلنا نطبخ وساعدتني كتير في الطبيخ، وقعدنا على السفرة واتغدينا. لكن أمر وقتها كان شكله متضايق مني ومتضايق من مامته. بعد الغدا قمت أشطب المطبخ، ومامته متعودة تنام شوية بعد الغدا. طبعا أنا ما أقدرش أقول لها ما تناميش، ده حتى يبقى حرام عليا. عمار نده عليا وقال لي أنا نازل شوية، عايز حاجة من بره أجيبها لك؟ طبعا نفسي أقول له ما تنزلش وتسيبني، بس أنا ما أقدرش علشان هو أصلا مش مقتنع باللي أنا بقوله. قلت له شكرا بس ما تتأخرش. خرج وقفل الباب وراه. وقفت أشطب المطبخ وقلت أنا هعمل أي حاجة حلوة لحماتي. سمعت زي كركبة كده في المطبخ حواليا، وقفت بصيت حواليا بخوف. لمحت وقتها الدخان الأسود اللي شفته كذا مرة واختفى. خرجت أجري من المطبخ بسرعة. بمجرد إن أنا خرجت شميت ريحة دخان، رجعت بسرعة كنت سايبة أي حاجة مفتوحة. لقيت نار ولعة في كذا جهة في المطبخ. صرخت ولقيت حماتي جاتلي، وقعدنا أنا وهي طفينا النار دي وخدتني وخرجنا من المطبخ. قعدنا في الصالة نقينا النجفة بتتهز والبرواز اللي على الحيطة بيقع على الأرض. وقتها والله شكيت إن في زلزال. وفجأة ظهرت الست أم تاك. بصيت لحماتي عايزة أشوف هي شايفاها ولا لأ. لقيت حماتي بتبص عليها بفزع. حماتي مسكت إيدي وقالت لي ما تخافيش. الست بصت لنا وضحكت بصوت عالي وقالت انتي بتقولي لها ما تخافش؟ انا قلت تمشي وما سمعتش، وانتي كمان لازم تمشي مع مرات ابنك، المملكة دي بتاعتي. دي مش مملكة، ده بيت ابني وانتي اللي هتمشي من هنا. اتفاجئت من جرأة حماتي. بصت الست الجنية دي بغضب وشاورت بايديها. ظهر راجل ساعتها، بصيت له لقيته نفس الراجل اللي شفته في الحلم، هو بالظبط. بصيت له الجنية وشاورت له عليا، لقيته جاي ناحيتي. حماتي وقتها خبتني ورا ظهرها ووقفت وقالت بسم الله الرحمن، ما كملتش وقالت الرحيم، ولقيتها طايرة لبعيد. اترزعت في الحيطة ووقعت. صرخت وقتها بفزع. لقيت الراجل ده بيقرب ناحيتي ومد ايده على رقبتي وقام ماسك هدومي وشددني من هدومي بقوه. صرخت وقلت له سيبني.
ما سابنيش وبدأ يحط إيده عليا. بقيت أصرخ بقيل وصوتي. لقيت حماتي جت وقفت قدامي وبدأت تصرخ وبدأت تقرأ قرآن. سابني وبصرها ولقيتها تاني وقعت على الأرض. جريت وقتها بسرعة فتحت باب الشقة ونزلت أجري على السلم. فتحت البوابة واتفتحت معايا، ما كانتش مقفولة زي المرة اللي فاتت. وفضلت أجري، المكان حواليا كله زرع، مفيش بيوت. وقتها أصلا كنا بقينا بعد المغرب والدنيا تحت ضلمة. جريت برضو وأنا مش عارفة رجلايا واخداني على فين. بصيت لقيت الفلاح اللي كنت شفته في مرة في البلكونة، وقفت مترددة. أنا عارفة أني كنت شفته وكان اختفى ورا النخلة. لقيته بيبصلي بص، ما خفتش ساعتها من بصيته دي. قلت له أنت مننا ولا منهم؟ أنا مش منكم ولا منهم. هما أنت من مين يعني بالظبط؟ أنا من قبيلة وهم من قبيلة. بصيت له وقلت له يعني أنت برضو منهم؟ أنا مش منهم، هما من قبيلة اليماني وأنا من قبيلة تانية. هما مش هيسبوكي، ده سكنهم من سنين وهناك الملكة بتاعتهم. يعني انتي؟ وما كملش كلامه واختفى. قلت له انت رحت فين؟ كنت هتقول ايه؟ بصيت حواليا ما لقيتش حد. وقتها كل اللي كان فارق معايا حماتي، حماتي اللي انا سبتها لوحدها في البيت دي، اللي جات البيت مخصوص علشان وحاولت تدافع عني. انا لازم اروح اخدها من البيت، مش هسيبها. بدأت اتجه ان ارجع البيت، ولا كل خطوة بمشي ابا تصور اني رايحة على موتي. بس مش قادرة اسيب حماتي لوحدها في البيت، لازم اروح لها. قربت اوصل وقفت قدام البوابة وانا كل اعصابي سايبة. ندهت على حماتي من تحت، قلت يمكن تنزل هي، وقررت انده عليها مفيش صوت. فتحت البوابة وبدأت اطلع على السلم، نفسي ارجع اجري بس برضو مش قادرة اسيب حماتي لوحدها. وخدت نفس عميق وطلعت بسرعة قبل ما اخاف اكتر من كده وارجع في كلامي. لقيت باب الشقة مفتوح زي ما هو. دخلت بسرعة لقيت الباب اتقفل لوحده جامد. خمضت عينيا وفتحتها ودخلت اشوف حماتي. لقيتها واقعة في الارض بس مش مغمى عليها، لكنها ساكتة. وقلت لها قومي بسرعة، قومي نخرج من هنا يلا. شدتها ما بتردش عليا. بقيت اقومها غصب عنها واقول لها قومي بسرعه، قومي قومي، لازم نخرج من هنا. انا رجعت عشان خاطرك، قومي قومي بقى. فبصت لي وقالت لي اخرج يا امان بسرعه، انا مش هقدر. قلت لها انا مش هسيبك، قومي علشان خاطري. فجاه سمعت صوت الجنيه بتقول برضو رجعتي، طب خلاص ما بقاش ليكي فرصه تانيه. بصت لها ووقفت وقلت لها هتعملي ايه اكتر من كده. بصت وكل عينيها غضب، نار خارجه من عينيها. بصت بعينيها على الاوضه بتاعتنا، لقيت الباب بيولع. بقيت اصرخ واقول لحماتي قومي بسرعه قومي. بدات حماتي تقوم تقف، بقيت اسندها. انا مش قادره اتعامل معاها، كان حماتي مفيش فيها رجلين، مش قادره اسندها لوحدي. بقيت رجلي تترعش وإيدي وقلبي حتى بيترعش، وتلكت كلي على بعضي. لقيت حماتي وقعت من إيدي والنار ماسكة في باب الأوضة. ببص لقيت الراجل اللي كان بيشدني من هدومي كان واقف قصادي. صرخت وقلت له اوعى تحط إيدك عليا، اوعى. بص لي أوي ولقيته بدأ يحط إيده عليا ومسك إيدي وشدني من إيدي. بقيت أصرخ وأقول له سيبني، عايز مني إيه؟ وصويت حماتي عليا وقتها مش قادرة انساه، وهي بتصرخ وبتقولي ما كنتش تيجي يا ايمان تاني. فضل ماسك ايدي ويشدني، وقعت على الارض وانا بصرخ. لقيته بيبص عليا قوي، ولقيته ساب ايدي وبدا يحسس عليا. بقيت اصرخ واقوله لا سيبني. لقيت عمار داخل يجري، وقتها بص عليا وجري جاب المصحف مسكه ورفعه بايديه لفوق وبدا يقرا قران. وجا عليا بالمصحف، لقيت الراجل بعد عني واختفى والست اختفت. جريت انا وهو على مامته، النار كانت مسكت في البيت والستاير. بص ليا عمار وقال لي
هتقدري تمشي على رجلك؟ وقلت له أيوة هقدر. قال لي بسرعة قومي، وهو شال مامته وبقينا نجري بره الشقة ونزلنا على طول في الشارع. ببص لقيت الفلاح قدامي، بصلنا وقال خد أهلك وامشي، الساكن ده مش ليكم ده ليهم. بصله عمار وقاله انت مين؟ اختفى الفلاح. بص ليا وقال لي انا طلعت غلطان، احنا لازم نمشي من هنا، وعليا وعليك العوض. الدخان ملى المكان لان الشقه كانت تقريبا خلاص ولحت، وفعلا مشينا وروحنا بيت مامته. فضل عمار حزين على تعبه وشقاه اللي راح. بصيت وقلت له انا معاك على الحلوه والمر، مش هسيبك، وربنا ان شاء الله هيعوضنا خير، وهنبدا انا وانت من اول وجديد، كل حاجه هتتعوض. بصت حماتي وقالت يا عمار هي دي بنت الاصول، انت عرفت تختار يا حبيبي. قلت له انا كمان حاجتي كلها راحت، بس مش عامله زيك كده، الاهم عندي انك بخير ومامتك بخير، واي حاجه بعد كده تهون. حقك عليا اني ما صدقتش من الاول، انا عشت كل حياتي ما اقتنعش بالكلام ده غير لما شفت بعيني. قلت له اعتبر ان كل ده ما حصلش، واحنا اتجوزنا وخلاص، هنبدا حياتنا من تحت الصفر. عدى وقت وتعودنا على بعض وعشنا عند حماتي شهر، ولقيت نفسي حامل. قلت له الخبر وفرح من كل قلبه، ومامته كمان فرحت جدا وشالوني من على الارض شيل. وعدت 9 شهور واحنا بنعد اليوم والساعه والثانيه، وربنا رزقني باحلى توأم في الدنيا كلها. عمار فرح جدا وخلاص نسينا اللي حصل في الشقه، والحمد لله.